ازيكم يا مواليد برج الجوزاء، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الجوزاء ليوم الاثنين 27/6 يونيو حزيران 2022. بالنسبه ليك النهارده يا جوزاء، توقعات العشره الاولى مواليد 21/5 ل 31/5. انت النهارده مفعم بحيويه ونشاط كبير جدا جدا، بدني وذهني. هتستخدم كل امكانياتك علشان تعرف تاخد القرار السليم، علشان تعرف تنفذ بيه كل مخططاتك وتتقدم اكتر للامام في يومك ده في كل مشروعاتك. مش هيفيدك انك تبقى مكتفي بامجادك اللي فاتت ولا حتى السلبيه بس، هيكون عندك قدره كبيره انك تتعامل بدقه كبيره وحكمه كبيره مع كل المواقف اللي بتبقى بتواجهك وبتتعرض ليها في يومك ده. هتتاكد بس انك تستغلها بقدر الامكان في الفتره دي. بالنسبه لي توقعات العشريه الثانيه مواليد 1/6 ل 11/6، لو كنت انت حابب انك تنجح اكتر وانك تحقق حاجه يبقى ليها قيمه اكتر، الوقت النهارده هيبقى مناسب انك تتحالف مع كل الاشخاص اللي حواليك. ممكن يكونوا اقرباء ليك، اصدقاء ليك، زملاء حتى في الشغل. ما تخليش الفرصه دي تفوتك، لازم تبقى بتنتفع منها انتفاع كلي وتحاول انك تبذل مجهود مضاعف. من المحتمل حتى انها تبقى الامور بتنقلب عليك لو انت ما حسمت قبل كده، علشان بتبقى الفرصة السانحة قدامك والظروف المبشرة متاحة في فترة معينة. بالنسبة لي توقعاتك يا جوزاء العشرية التالتة مواليد 12/6 ل 20/6، بيتبين حاليا ان كل اشكال التعاون فعالة جدا. اهدافك هتتوافق وهتتزامن مع اهداف كل الاشخاص اللي حواليك. حاول بس تغتنم فرصة انك هتبقى دايما مفعم بحيوية وصحة وعندك خلو كبير جدا في ذهنك. هتقوم في المرتبة الاولى بانك تنجز كل اعمالك الخاصة بفريقك، والنهاردة اليوم مناسب علشان تجري من خلال مشاركات كتيرة خاصة جدا بطريقة متناغمة ومثمرة في اليوم ده.